هنالك ثلاثة عوامل أثرت على الوضع الحالي للمياه بالعراق، منها سياسة دول الجوار المائية، وأعني بسياسة دول الجوار المائية تركيا وإيران، أنشأت مزيد من السدود، مزيد من الأنفاق لتحويل المياه، مزيد من القنوات الجانبية أيضاً، وقطعت مجاري أكثر من 56 نهر على سبيل المثال يرفد ديالة بالمياه. أنشأت تركيا سد أليسا، وهي ماضية في إنشاء سد جزرة، وهو سد أروائي سيؤثر كثيراً على المياه داخل حوض دجلة في العراق، سيخفضها بحدود 60%. التقينا بالمستشار السابق في وزارة الموارد المائية ظافر عبد الله ليحدثنا عن الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقيات التي تنظم المياه بين تركيا وإيران والعراق. أؤكد على وجوب أن تكون المساعي الدبلوماسية ومحاولات التفاوض مع الجارتين المسلمتين إيران وتركيا بضمان حصص عادلة ومنصفة للشعب العراقي بنهري دجلة والفرات، وأيضا أن يرتفع ملف التفاوض هذا إلى أعلى إلى مستوى أعلى مما هو عليه الآن، وأن يرتبط مع سياسة الحكومة العامة وبالعلاقات الدولية وعلاقات دول الجوار. القرار النهائي بيد السيد الخامنئي يعني اللي هو على سلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي تركيا بيد السيد أردوغان اللي هو رئيس الجمهورية. بالعراق لم يرتفع ملف المياه إلى هذا المستوى. هناك يعني اتفاقات ومعاهدات ويعني تشاطئ على النهر في كل العالم، لكن هذه الأمور نسفت من قبل الجارتين حقيقة، وأن نحن دعونا كلجنة زراعة ضمن برنامجنا ضمن عملنا في هذه اللجنة إلى تشكيل لجنة عليا، هيئة عليا لإدارة الملف المائي، وهذا الملف يجب أن يكون فيه متخصصين في كل الجوانب، يعني متخصصين في موضوع المياه، متخصصين في إقامة السدود، متخصصين في إقامة المعاهدات، يعني يكون متكامل، يعني من وزارة الخارجية ومن الموارد المائية، وهذه الهيئة أو اللجنة أو يعني كيف تسميها لإدارة هذه الأزمة أن تكون ثابتة غير متغيرة، كي لا تتغير يعني وتتأثر في الأجواء السياسية اللي تحصل في البلد اللي ربما يقع عليها مؤثر من هنا أو من هناك. تكون لجنة فنية، لجنة عراقية وطنية تتحاور مع الدولتين على هذا الشأن.